الحين نبدأ حصتنا للغة العربية. فاليوم نبدأ حصتنا بمراجعة الحروف السابقة. هيا نبدأ، هيا نكتب. ألف، فتحة، ب، ب فتحة، ب فتحة، ت فتحة، ت ت أين نقطة ت؟ أحسنتي، أين الفتحة؟ ت ت فتحة، ت ج فتحة، ج ج ج ح فتحة، ح خ فتحة، خ د فتحة، د ز ز ر ز الراء تنزل من على السطر، الراء تكتب هذه الطريقة. ز سين سمكة، سين سيارة، سين ساعة، ثلاث نقاط، ثلاث سنات، لا ما فيها نقص. جميل. سين صح، شين أختها، شين نقط، أين النقط؟ صاد صقر، صاد صقر، صاد صاروخ، صاد صاد صقر. لا يوجد عليه نقط. ضاد ضابط، ضاد ضابط. أين نقطة الضاد؟ أحسنتي، ما هذا الحرف؟ باء. باء بيت، باء بيت. ما هذا الحرف؟ طاء. طاء طاولة، طاولة. طاولة. طا طيارة، طا طيارة. ما هذا الحرف؟ طا فتحة، طا طا فتحة، طا طا ضمة، طو طا ضمة، طو طا كسرة، طي طي طا كسرة، طي طا كسرة، طي. هيا اذكري كلمة بها حرف الطاء، كلمة بها حرف الطاء. طا طاء، طلب، طاء طلب. أحسنتي، طلب. طا لا ب، طلب. طو طيور، طا طو طيور، طو طيور، طو طيور. كلمة بها طي، طي طي طفل. طي هذا هو حرف الطاء في أول الكلمة. حرف الطاء في أول الكلمة، وهذا هو حرف الطاء في وسط الكلمة، حرف الطاء في وسط الكلمة، وهذا أيضا حرف الطاء في آخر الكلمة، حرف الطاء في آخر الكلمة. هيا نرى كلمة بها حرف الطاء في أول الكلمة. طاء، طابور، طابور، طابور. أحسنتي، طابور. حرف الطاء في وسط الكلمة، عطر، عطر. أحسنتي، عطر، عطر، عطر في وسط الكلمة. حرف الطاء يتصل بما قبله ويتصل بما بعده، يتصل بالحرف الذي قبله ويتصل بالحرف الذي بعده. حرف الطاء في آخر الكلمة. لكن كلمة بط،
في آخر الكلمة حرف الطاء في آخر الكلمة حرف الطاء في آخر الكلمة. هيا نقرأ أصوات حرف الطاء. طا طو طي طا طو طي طا طلبة لبا طو طيور طو طيور باء باء طا طا رابطة رابطة عا طي طي شا عاطشة عاطشة طا بو رطب طا باء عا طابعة طابعة. أين حرف الطاء في هذه الكلمة؟ ضعي دائرة حولها. ضعي دائرة حول حرف الطاء في كلمة طلبة. شاطرة أحسنتي. أين حرف الطاء في هذه الكلمة؟ ط طو طو طا ضمة طو. وهنا أين حرف الطاء؟ طا طا كسرة طي. شاطرة طا كسرة طي أحسنتي. أين حرف الطاء في هذه الكلمة؟ أين حرف الطاء هنا؟ أين حرف الطاء هنا؟ وما هذا الحرف؟ جيم. جيم شطورة. ما هذا الحرف؟ حرفنا اليوم؟ طا 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 طاولة. شطورة طا طيارة. ما هذا الحرف يا زينب؟ سين. سين وما هذا الحرف؟ صم. ثاء ثاء ثعلب لأنه عنده ثلاث نقط. وما هذا الحرف؟ تاء. تاء أحسنتي. تاء توت تاء تمر. وما هذا الحرف؟ حاء. شطرة 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 زينب بنتي الحلوة هذه. وما هذا الحرف؟ باء. باء بطة. أوكي. باء بيت. ما هذا الحرف يا زينب؟ دال. دال. وما هذا الحرف؟ زال. وما هذا الحرف؟ ألف. هنا زين. أحسنتي. هيا نكتب حرف الطاء.